يسعد أوقاتكم حبايب قلبي من وين ما كنتوا عم تتابعوني وبأي وقت عم تتابعوني فيه، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي جوليا شانيل، وشكرا كتير لتعليقاتكم الحلوة يلي عم توصلني منكم. وإذا كنتوا أول مرة عم تحضروا قناتي بتمنى ما تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد أنا بنزله. أهم شي يا جماعة زر الجرس، لأنه إذا ما دقيتوا الجرس ما رح يوصلكم إشعار بأي شي أنا بنزله. خلينا نبلش على بركة الله. هلا مثل ما بتعرفوا أنواع الكيكة كتير كتيرة وأشكالها أكتر، وإن شاء الله قريبا رح نزل أشكال وأنواع مختلفة. اليوم رح نعمل كيكة الشوكولا بصوص الشوكولا، وهش وطري وارتفاع شاهق، وإن شاء الله رح يعجبكم. منروح على طريقة العمل. بالبداية رح يلزمني 5 حبات من البيض، وأكيد رح أحتاج ظرف من الفانيليا. رح أخفقهم كتير مع بعضهم، كل ما انخفقوا أكتر كل ما أحسن. بعد هيك رح ضيف 1.25 كاسة من السكر. رح أخفقهم مع بعض كتير منيح، ورح أخفقهم على سرعة واطية، بعدين رح أعلي السرعة. لحتى ينجح معكم الكيك لازم يكون معكم الخليط كريمي، مدة الخفاء من 3 دقائق لـ4 دقائق وبصير الخليط كريمي. هلأ صار الخليط جاهز معي، ممتاز. هلأ رح نزل 3/4 الكاسة من الزيت النباتي. رح أحتاج كمان 1 كاسة من الحليب السائل. بحال مو متوفر عندكم الحليب السائل فيكم تستخدموا الحليب البودرة، بتحطوا لكاسة المي الدافئة 3 معالق من الحليب البودرة، بس لازم تدوبوهم كتير منيح. فيكم تستخدموا اي سائل انتو بتحبوه، مثلا الكولا، العصير، يلي انتو بتفضلوه. والحليب انا حطيته دافي. عندي الخليط السائل صار جاهز، رح حطه على جنب وبلش حضر بالطحين. رح يلزمني 2 كاسات طحين وظرف بيكنج بودر، وطحين يلي أنا استخدمته طحين متعدد الاستعمالات، وحطيت كربونة، ذرات من الكربونة بتساعد كتير على نفش الكيك. هلا هون حطيت كربونة، ذرات من الكربونة مثل ما قلت لكم بتساعد على نفش الكيك، ولازم ننخل الطحين لحتى ناخد كيك هش. وطبعا مننزل الطحين فوق الخليط السائل، مننزله على دفعات، مننزل اول دفعة وبقلبها كتير منيح حتى يدوب الطحين، بعدين مننزل الدفعة اللي بعدها. رح احكي ملاحظة بالنسبة للبيض، لازم يكون درجة حرارة الغرفة أو المطبخ، يعني مو من البراد فوراً منطالعه ومنساوي كيكة. أي مكونات كيكة بتكون تستخدموها لازم تكون درجة حرارة المطبخ لحتى تنجح معكم الكيك. وهيك صار معي خليط الكيك صار جاهز. رح ضيف برش من الليمون، وانتو فيكن تضيفوا اي شي بدكن، يا برش برتقان، برش ليمون، برش ليمون وبرتقان، قرفة، اي منكه انتو بتحبوه، زبيب، مكسرات، اي شي انتو بتفضلوا. هلا رح نحضر الحشوة. رح اخذ قسم من خليط الكيك وحطه بصحن، ورح ضيف كمية بسيطة يعني كمية تقديرية ومعلقتين من الكاكاو، وفيكن تضيفوا اي نكهة انتو بتحبوها، مكسرات، قرفة، زبيب، يعني اي شي متوفر عنكن. نخلطهم كتير منيح، وإذا حسيتوا الخليط شوي جامد بنرجع منحط كمية بسيطة من خليط الكيك. أنا حسيته شوي جامد فرجعت حطيت الكمية يعني تقديرية. هيك صار معي ممتاز. وهلأ عبدهن القالب بطحينة. هلأ بالنسبة للقالب أنا دهنته بطحينة، فيكن تدهنوه بالسمنة أو بالزيت النبادي ورشة طحين، كله بصير يعني أي شي بيزبط، بس بالطحينة ما بيلزق أبدا، بيقلب فورا معكن. هلأ مننزل خليط الكيك مثل المواضح معكم بالفيديو، وبيعطي منظر كتير حلو.
وهيك صار جاهز معي مندخله الفرن. بالنسبة للفرن على درجة حرارة 180 أو 190 الرف الوسط لمدة 3/4 ساعة، ولازم نختبر الاستواء وما لازم نفتح الفرن قبل نص ساعة. هلأ منطالعه ومنحطه على جنب لحتى يبرد، ما شاء الله ريحته بتشهي. لاحظوا الاستواء تبعه، يعني ناشف أبدا، ما في علامة على العود الخشبي أبدا، أي آثار من الكيك. هلأ بعد ما برد معي رح نزين الكيك. هلأ بالنسبة لتزيين الكيك فهذا بيرجع ذوق شخصي، وانتو اللي بتحبوا فيكن تزينوا فيه. هلأ أنا عم زينه بصوص الشوكولا، وهذا الصوص أنا عملته على إيدي، وكمان رح زينه بالمكسرات. هلأ رح أطعه قدامكن لحتى تشوفوا قوامه من جوا كيف، ارتفاعه شاهق و يعني هش وطري ومنظره بشهي، يعني ما بتتخيلوا ريحته كيف. هلا هون راح زين الصحن اللي سكبت فيه الكيكة، حطيت قطعتين فريز ورشة من البندق، وراح زين بصوص الشوكولا، وبصير جاهز معكم. فيكن مثل ما قلت لكم يعني سادة تقطعوا وتاكلوا، يعني الزينة بترجع ذوق شخصي. هلأ انا قطعته قدامكم يعني هيك سادة، بس زينت الوش لحتى ورجيكم قوامه من جوا. رح ارجع انا حط بقلبه صوص شوكولا، صراحة ولاد كتير بحبوا الشوكولا كتيرة فيه، فرح ارجع عبي الوسط كله بالشوكولا. هلأ رح نشوف كيف. هلا هون انا رجعت القطعة ورجعت عبيت الوسط بصوص الشوكولا. هذا الصوص انا عاملته يعني مثل ما بتعرفوا انواع الشوكولا يعني غنية عن التعريف، فالشوكولا كتير انواع غالية انه بدكم تزيحوها على حمام مائي وترجعوا تزينوا فيها. فلا انا فورا عملتها شوكولا وزينت فيها الكيك، يعني عبيت الوسط كله شوكولا. طبعا هذا الشيء بيرجع لكم، بس ما قلت مثل ما قلت لكم انا ولادي بحبوا الشوكولا زياده عليها، فحطيت القلب كله شوكولا. والشوكولا يعني فيكم حتى تجيبوها جاهزه، اللي ما بحب يساويها بالبيت بتقدروا تجيبوها جاهزه وتسيحوها على حمام مائي وتضيفوها، يعني هذا كله بيرجع لكم، شغله اذواق شخصيه. هيك صار الكيك جاهز معي مثل ما شايفين، منظره بياخد العقل، شهي وهش وارتفاعه شاهق ويعني بياخد العقل. هاي وصفتنا لليوم مثل ما لكم شايفين، وصفة كلها لزازة وهشة من جوا ومنظره بياخد العقل. بتمنى الكل يجربها، وإذا جربتوها ما تنسوا تعطوني رأيكم بالكومنتات. وهذا شغلنا لليوم، بتمنى تكون نالت إعجابكم واستمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه. وإذا لقيتوني بستاهل اللايك ما تنسوا تحطوا لايك، وإذا ما بستاهل فيكن تحطوا ديسلايك إذا حبيتوا. بتمنى لكم التوفيق وانتروني في فيديوهات جديدة. باي باي.